السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذ عبد العزيز مومن من الثانوية الإعدادية حليمة السعدية، مديرية العيون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء. إذا إن شاء الله بحول الله اليوم سنتمم الدرس أو الفقرة الثانية من درس الدائرة السنة الأولى من تعليم الثانوي الإعدادي، بعدما تعرفنا سابقا على الفقرة الأولى اللي تعرفنا فيها على الدائرة، على القرص، المركز، الشعاع إلى غير ذلك، والوتر والقطر. سنتعرف إن شاء الله على الأوضاع النسبية التي يمكن أن يتخذها مستقيم ودائرة في المستوى، وسنركز أكثر على ما يسمى بمماس دائرة. إذن كما تلاحظون، إذن سنظرف درس الدائرة، نقول سنأخذ إن شاء الله درس الدائرة، ولكن سنأخذ الآن الفقرة الثانية فيه اللي هي الأوضاع النسبية لمستقيم ودائرة. الآن تقاطع مستقيم ودائرة في المستوى. أول فقرة وهي بسيطة، أن إذا كان مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين، كنشاط تمهيدي رقم 3، بحكم أننا شفنا في الفقرة الأولى النشاط الأول والنشاط الثاني، سنعتبر دائرة سي مركزها إي، دائرة سي مركز ديالها هو النقطة إي. سنأخذ نقطتين A و B على الدائرة كيفما كان، A و B على الدائرة، ثم سننشئ المستقيم D الذي يمر من النقطة A و B، ولا ممكن نسميه D ولا المستقيم A B. لاحظوا المستقيم A B أو المستقيم D. سؤال: ماذا يشكل هذا المستقيم الذي حصلنا عليه على الدائرة C؟ إذا لاحظوا أن هذا المستقيم هذا سيمر من نقطتين A و B اللتان أخذناهما نقطتين أولا من الدائرة. إذا هنا السؤال، سأعيد السؤال بطريقة أخرى: ماذا تمثل القطعة AB، القطعة AB على الدائرة C؟ إذا هذا يذكرنا إلى حيدنا هذا الطرف ولا هذا الجزء وأخذنا فقط القطعة AB، يذكرنا بالفقرة الأولى أو بالوتر. فسبق وأن قلنا أن الوتر هو قطعة طرفها ينتميان للدائرة، إذا بما أن أو بي تنتميان للدائرة فأ بي في هذه الحالة فهو وتر للدائرة. إذا عندما قطع المستقيم دي الدائرة سي في النقطتين أ و بي شكل هنا وترا على هذه الدائرة، لأنه يقطعها في نقطتين. إذا سنرى حل النشاط نفس الشكل دائما، احتفظوا به. إذا نلاحظ أن المستقيم D يقطع الدائرة في النقطتين A و B، يعني أن النقطتين A و B تنتميان إلى الدائرة، ما يشكل لنا المستقيم D يشكل على الدائرة الوتر A B. إذن الآن نتيجة، يمكن لمستقيم، إذا الوضع النسبي الأول الذي يمكن أن يأخذه مستقيم ودائرة، يمكن لمستقيم أن يقطع دائرة في نقطتين مختلفتين، أقول مختلفتين، ليشكل وتر عليها، أي أن المستقيم يمكن أن يشكل وتر على هذه الدائرة. إذا لاحظوا المستقيم يشكل وتر AB على الدائرة، نلاحظ المستقيم D يشكل وتر على الدائرة C، الوتر AB أو القطعة A B في هذه الحالة. الآن ثانيا وهو الأهم بالنسبة لنا أكثر، وهو ما هو المماس، أو لا نسمع مماس دائرة، ما هو المماس وما هي، سنرى تعريف مماس ثم خاصيات المماس بالنسبة للدائرة. إذا نشاط تمهيدي الرابع، سنعتبر دائرة C مركزها E، دائرة C مركزها E كما كانت الدائرة. لاحظوا هنا أننا نتكلم بزاف على الشعاع، نتكلم فقط على الدائرة ومركز الشعاع، يمكن أن نأخذ أي شعاع اللي بغينا. سنعتبر نقط A و B و D نقط من الدائرة بشكل عشوائي، سنأخذ ثلاث نقط من الدائرة. ثم أولا أرسم مستقيما يقطع الدائرة C في النقطة A فقط. إذا سنرسم مستقيم D يتقاطع مع هذه الدائرة C فقط في النقطة A، إذا ما يقطعهاش في جوج النقط بحال اللي شفنا بالنسبة للوتر قبيلة، ولكن يقطع فقط في النقطة A. إذا لاحظوا هذا هو المستقيم الذي تكلمنا عنه باللون الأزرق، يقطع الدائرة فقط في النقطة A.
ثم نرسم مستقيم آخر يقطع C في النقطة B فقط. إذن لاحظوا رسمنا مستقيم يتقاطع مع إذن هنا من جينا كلمة مماس، إذن أنه يقع تماس بين الدائرة والمستقيم فقط في نقطة واحدة، هناك فقط تماس بين الدائرة والمستقيم. كذلك المستقيم آخر يقطع C في النقطة D، لاحظوا أخذنا المستقيم. إذا أخذنا ثلاث مستقيمات تتقاطع أو لا تقطع الدائرة C في كل واحد يقطعها في نقطة فقط واحدة، أي A و B و D في هذه الحالة. إذا الملاحظة سنأخذ شكل كما هو كيف ما رسمناه قبل، نلاحظ أن كل واحد من المستقيمات الثلاث يشترك فقط مع الدائرة في نقطة واحدة. هذا المستقيم الأول يشترك مع الدائرة فقط في النقطة A، المستقيم الثاني يشترك مع الدائرة فقط في النقطة B، والمستقيم الثالث يشترك فقط مع الدائرة في النقطة D. إذن كتعريف نستنتج تعريف السادس، نقول الآن ركزوا معي أبنائي هنا، نقول أن مستقيما مماس نسميه مماس لدائرة إذا اشترك معها في نقطة واحدة تسمى نقطة تماس. إذا تعريف تماس هو مستقيم ولكن خاصيته أنه سيقطع هذه الدائرة في نقطة واحدة أو يشترك معها في نقطة واحدة، هذه النقطة نسميها نقطة التماس. إذا لاحظوا الشكل سنأخذ دائرة لاحظوا ومركزها C مركزها O، إذا لاحظوا المماس فهو مثلا هذا المماس هذا يقطع الدائرة في النقطة فقط A، إذا في هذه الحالة A نسميها هي نقطة التماس. إذا نقول أن دلتا هو مماس مثلا هذا المستقيم باللون الأزرق ودلتا هو مماس للدائرة C في النقطة A، أو الدائرة C كذلك هي مماسة للمستقيم دلتا في نفس النقطة أي نقطة التماس أي النقطة A. وبالتالي الآن عرفنا نعرف الآن ما هو المماس. إذا عرفنا المماس على أساس نذكر دائما هو مستقيم، لأن دائما نعرف شيء على أساس ما هو كشكل هندسي. المماس هو مستقيم، كما سبقا قلنا أن الوتر هو قطعة، أن القطر هو قطعة أو المسافة، الشعاع هو القطعة أو المسافة. إذا دائما تعرفوا على الشكل الهندسي ولا طبيعة الشكل الهندسي في الأول. لا يمكن مثلا أن نقول مماس ونتكلم عن قطع، المماس فهو عبارة عن مستقيم فقط. بعد ذلك سنرى مثال. إذا ربما في سبق لكم أبنائي أن رأيتم مثل هذا المثال في أشغال بناء أو شيء من هذا القبيل، فسنأخذ بكرة يعني لاحظوا أو لا كذلك ارتباطا بدروس الفيزياء سنأخذ بكرة. إذا لاحظوا هنا هذا الحبل هذا يمثل المستقيم الأول، هذا الحبل الثاني سنختاره على أساس مستقيم ثاني. إذا هذين المستقيمين فهما مماسان، لاحظوا الحبل فهو إذا مددناه ففقط سيشترك مع البكرة في هذه النقطة، وكذلك الحبل الثاني سيشترك معها في نقطة أخرى. إذا فهما يمثلان مماسان بالنسبة لهذه البكرة التي تمثل لنا دائرة وهذا هو المركز ديالها. إذا كنشاط تمهيدي خمسة، إذا الآن سنتعرف على الخاصيات. إذا هناك خاصيات بالنسبة للمماس يجب دراستها. سنعتبر دائرة سي مركزها ك و أ نقطة من هذه الدائرة. سنعتبر دائرة سي مركزها ك، ثم سنأخذ أ نقطة شكلها شوي كيفما كانت تنتمي لهذه الدائرة. أنشئ المستقيم دلتا العمودي على المستقيم أكا في النقطة أ. إذا لاحظوا بواسطة الكوس سنأخذ العمودي على أكا والمار من أ، العمودي على المستقيم، وعندما نتكلم عن التعامد نتكلم عن المستقيمات لا نقول عمودي على الشعاع، نقول عمودي على المستقيم أكا في النقطة أ، سنسمي هذا المستقيم هو المستقيم دلتا. ماذا يمثل المستقيم دلتا بالنسبة للدائرة سي؟ لاحظوا المستقيم دلتا سيقطع الدائرة في كم من نقطة؟ سيقطعها فقط في النقطة أ.
إذن المستقيم دلتا يمر فقط في النقطة A التي تنتمي للدائرة، إذن سيشترك معها أو سيقطعها فقط في النقطة A. إذن الشكل المحصل عليه سبق أن توصلنا إليه. إذن بما أن المستقيم دلتا سيشترك مع الدائرة C في النقطة الواحدة اللي هي A، إذن فالمستقيم دلتا سيمثل مماس دلتا في هذه الحالة هو مماس للدائرة C في نقطة التماس اللي هي النقطة A. توصلنا الآن إلى الخاصية الأولى. إذن إذا وجد الآن مستقيم عمودي على حامل شعاع، وركز على هذه المسألة لأن هناك يقع فيها كثيرا أخطاء، لا نقول عمودي على الشعاع ولكن عمودي على حامل شعاع، لأن قلت التعامد هو خاص بالمستقيمات وليس بالقطع أو المسافات. عمودي على حامل شعاع دائرة في نقطة منها، أي تنتمي إلى الدائرة، يعني ما يمكنش غادي نقولوا أنه عمودي على نقطة ولا على حامل الشعاع في أي نقطة، يجب أن تكون نقطة تنتمي إلى الدائرة في نقطة منها، فإنه مماس لهذه الدائرة في نقطة التقاطع. إذن لاحظوا معي الشكل. لاحظوا أخذنا هنا دائرة، الشعاع هو EA، إذن حامل الشعاع هو المستقيم EA. أخذنا المستقيم دلتا عمودي على المستقيم EA في النقطة A، أي في نقطة تنتمي للدائرة. يعني لا يمكن أن نأخذ مثلا الشعاع ولا حامل الشعاع بحال هكا ونأخذ مستقيم ونقول أنه عمودي فقط، إذن فهو مماس، لأنه ما عادش يشترك أصلا مع الدائرة في نقطة، يجب أن يمر من نقطة تنتمي إلى الدائرة. إذن في هذه الحالة فدلتا فهو مماس ل الدائرة C في النقطة A، مستقيم دلتا فهو عمودي على EA في النقطة A. بعد ذلك سنأخذ خاصية أخرى. نأخذ أولا قبل ذلك نشاط تمهيدي السادس. سنعتبر دائما دائرة C مركزها O، ونأخذ نقطة B كيفما كانت على هذه الدائرة. أنشئ المستقيم D مماس دائرة C في النقطة B، إذن سننشئ هذا المستقيم مستقيم D مماس للدائرة C في هذه النقطة اللي هي النقطة B. ما هو الوضع النسبي بالنسبة للمستقيمين D و OB؟ ما هو الوضع النسبي بالنسبة للمستقيمين D و OB؟ بالنسبة لهذا المستقيم والمستقيم D والمستقيم OB. إذن سنأخذ الكوس ونقوم بالتحقق من التعامد بين المستقيمين OB والمستقيم D. لاحظوا هنا سنجد أن المستقيم OB و D مستقيمين متعامدين. لاحظوا إذن نضعوا علامة التعامد بين، إذن عندنا زاوية قائمة. نلاحظ أن المستقيمين D و OB متعامدان في النقطة B. إذن كخاصية ثانية بالنسبة للمماس، إذا كان مستقيم مماس لدائرة في إحدى نقطها فإنه يكون عموديا على حامل الشعاع، أركز على حامل الشعاع المار من هذه النقطة، وهي خاصية نقول ممكن أن نقول أنها العكسية بالنسبة للخاصية السابقة، الخاصية الأولى، لأن في الخاصية الأولى قلنا أنه إذا كان مستقيم عمودي على حامل الشعاع في نقطة تنتمي للدائرة فهو مماس، الآن إذا كان مماس لدائرة فهو سيكون عمودي على حامل الشعاع في نقطة التماس. إذا لاحظوا سنأخذ الدائرة وسنأخذ نقطة تنتمي لها، إذا كان دلتا مماس إذن سيحقق لنا التعامد في النقطة A، المستقيم دلتا مماس للدائرة C في النقطة A. نتائج الآن، إذا كان أو كخلاصة لهذه الفقرة، إذا كان دلتا مماس للدائرة C في A، هذه الجملة ستعطينا ثلاث معلومات أو لا ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هذا يعني أن دلتا عمودي على
المستقيم اي ا، لان اي طبيعة الحال هو المركز، اخذنا اي هنا هو المركز. اذا كان دلتا مماثل دائره صفر نقطه ا، فهذا يعني ان دلتا عمودي على المستقيم اي ا، كذلك ان ا ستنتمي الى الدائره سي، وكذلك ان ا ستنتمي الى دلتا، لان قلنا مادام هو مماثل اذا هي نقطه مشتركه بين سي ودلتا. اذا ثلاث نتائج ممكن الوصول اليها فقط من ان دلتا فهو مماثل الدائره. نتيجه ثانيه الان، اذا كان العكس، اذا كان دلتا مماثل الدائره سي في النقطه ا، فان دلتا والسي يتقاطعان في نقطه واحده. اذا معنى المماس هو ان مستقيم دائره، هو ان ذلك المستقيم يقطع الدائره فقط في نقطه واحده. اذا هذه النتيجتين تلخصان لنا ما رايناه في هذه الفقره تقريبا، اذا نركز عليهما بشكل كبير. الان سنستثمر ما رايناه في هذه الفقره، خاصه بالنسبه للمماس، في نشاط او في تمرين تطبيقي نطبق فيه ما رايناه. اذا سناخذ دائره سي قطرها ا بي، دائره سي قطرها هو ا بي، يعني النقطتين ا و بي تنتميان الى الدائره. دلتا مماس الدائره سي في النقطه ا، اذا سناخذ دلتا مماس في النقطه ا، لاحظوا. ثم سناخذ دي مماس الدائره في النقطه بي، هنا دي مستقيم دي مماس الدائره في النقطه بي. الان بين سؤال مطروح، بين ان المستقيمين دي ودلتا انهما مستقيمين متوازيين. اذا ما معنى ان دلتا مماس للدائره سي في النقطه ا؟ هذا سيعني ان دلتا عمودي على اي اللي هو في نفس الوقت ا بي، كذلك دي مماس الدائرة سي في النقطة بي، هذا يعني أن دي سيكون عمودي على بي اي اللي هو في نفس الوقت ا بي أو لا ا اي. إذن كحل سنحتفظ بنفس الشكل لنبين أن دي ودلتا متوازيان. لدينا ا بي هو قطر الدائرة سي، بما أن دلتا كما قلت مماس الدائرة سي في النقطة ا، هذا سيعطينا أن دلتا متعامد مع ا بي، ودي كذلك مماس. إذا فإن دلتا عمودي على أب، دلتا عمودي على أب هو عمودي على حامل الشعاع، وحامل الشعاع هو أب، لأن الشعاع عندنا هو إي أ وحامله هو المستقيم أب. وكذلك دي فهو متعامد مع إي بي، ولا مع حامل الشعاع إي بي اللي هو المستقيم أب. لاحظوا دلتا عمودي على ا بي والدي عمودي على ا بي. اذا هنا سنستخدم ما سبق ان رايناه في التوازي والتعامد. اذا كان مستقيم اللي هو يمثل ا بي هنا عمودي على مستقيمين مختلفين في نفس الوقت اللي هما هنا دي ودلتا، فان هذين المستقيمين يكونان متوازيان، وبالتالي نصل للنتيجه المحصل او اللي كنبحثوا عليها، ان المستقيم دي والمستقيم دلتا هما مستقيمان متوازيان في هذه الحاله، باستغلال الخاصيات اللي تعرفنا عليها بالنسبه للمماس. اذا كخلاصه اللي خصنا نعرفه هنا هو تعريف المماس، خصنا نكونوا عارفين ان اذا كان عندنا مماس فهو عمودي على حامل الشعاع، واذا كان عندنا مستقيم عمودي على حامل الشعاع في نقطه تنتمي الى الدائره، فهذا غادي يكون مماس بالنسبه للدائره. اذا ابنائي نتمنى اننا نكونوا وفقنا ولو بقليل الى ايصال المعلومه لكم، وترقبونا ان شاء الله بحول الله في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.